اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين كديرين لاباس عليكم؟ بخير، أموركم مزيان؟ كنتمنى هذا الفيديو لقاكم بخير وعلى خير. اليوم غدا نقدم لكم بريوات تاع كاوكاو، تيجيو معلكين وتيجيو مقرمشين وتيجيو هائلين. نخليكم مع الفيديو وتشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير، كنحتاجو كيلو ديال الكاوكاو، تنقليوه في الفران وتنطحنوه الطحنة الأولى، تنطحنوه بلا سنيدة، والطحنة الثانية كنطحنوه مع السنيدة، مع 400 غرام ديال السنيدة. تنزيدو عليه معلقة كبيرة ديال القرفة، كنزيدو عليه مسكة حرة، ندوقوها مع شوية ديال السنيدة، كنزيدو عليها معلقة ديال الزبدة. ومنساوش الملحة ضرورية، هي اللي كتعزز المذاق ديال أي حاجة. دابا غادي نخلطو هادو مزيان. دابا غادي نزيدو ماء الزهر، نزيدو شوية شوية. وانا طيبت ليك مزيان، ضروري خصنا ندير لكم مزيان حتى العقدة ديالنا تتجمع. بعد ما دلكناها كتصبح على هذا الشكل. دابا غادي نبداو نكوروها، نديرو كويرات ونعبروهم، غنعبرو 10 غرام، هادي 15، كورنا دابا العقدة ديالنا كاملة، درناها على شكل كويرات. غادي نحتاجو الدقيق، غادي نخلطوه مع الماء ديال الزهر، وباش غادي ندهنو باش غادي نسدو البريوة ديالنا. وغنحتاجو كيلو ديال الورقة ديال البسطيلة من الحجم الكبير. بالنسبة للورقة غادي نشدوها، غادي نتنيوها على جوج، غنطويوها على جوج بحال هكا، يعني من الحجم الكبير تكون ورقة كبيرة من الحجم الكبير. غادي نقطعوها نيو على جوج، ونبداو نقطعوها على شكل شرائح بحال ثلاثة الصباع. ضروري نديروها في بلاستيكه باش ما تنشفش ليا. دابا غادي نبداو نطويو الورقه ديالنا، دابا غادي نبداو نطويو البريوه ديالنا. الجهه الحرشه غادي نديروها من الفوق، والجهه الرطبه من التحت، وضروري تدهنوا بالزيت باش تجيكم مقرمشه من الداخل، تجي مقرمشه من برا ومن الداخل. حتى ما درتوش ليها الزيت، ما دهنتوهاش بالزيت، ملي كتقليوها كتبقى بيضه من الداخل. بسم الله، كنديرو على هاد الشكل بحال هكا، كنبركو على هاد القنيته من هنا، نحاولو اننا نعمرو الجناب ديال البريوه. نلحقو الاخير، كندهنوها بديك الخليط ديال الدقيق، صافي، وكنسدوه بلا ما كندخلو داك، بلا ما ندخلو سميتو عليه الوقف البريوه لداخل بهذا الشكل. غنوريكم الوحده الثانيه، بسم الله. دائما جلسوا على هاد الجوانب هادو.
دائما نوركو على هاد الجوانب هادو باش يعمروا لينا. بالنسبه للبريوات كملنا الطي ديالهم صافي صايبناهم، دابا غادي خصهم ضروري يباتوا الليله ان شاء الله، غدا الصباح ان شاء الله عاد باش غادي نقليهم ونوريكم التتمه ديال الفيديو. من بعد ما باتوا البريوات ديالنا ليله كامله، دابا غادي نبداو نقليو فيهم. السر في انهم يباتوا ليله كامله خاصه الورقه ديالنا تنشف، وداك الخليط ديال العجين اللي تلصقوا به حتى هو تينشف. هذا هو السر في ان علاش خاصها ضروري تبات ليله كامله باش تجي البريوه مقرمشه. لقليتهم في نفس النهار، درتهم مع الصباح قليهم في العشيه، ولا درتهم مع العشيه ضروري يباتوا. ديروا في شي مكان يكون فيه يكون مهوي باش يدخل المدبر باش ينشفوا. اللي كينشفوا البريوات كيجيو زوين، كيجيو مقرمشين وكيتقلاو مزيان، كتحلو ما والو. هذا هو السر ديال الليله اللي خصنا نباتو بقاو مده طويله. ملي نرميو البريوات ديالنا في المقلة منحركوهم حتى يشدو راسو، ملي كيشدو راسو صافي نعرفو ان الورقة شدت راسها مزيان، صافي كنبداو نحركو. غنبقاو خصنا ضروري نبقاو نحركو على هاد الشكل باش الورق باش البريوه ما تتحركش وكيطيبو مقادين. النار تكون معتدله، ما تكونش مجهده وما تكونش ناقصه بزاف، تكون بين وبين. والزيت يكون كافي، مديروش الزيت غير شويه، خاص الزيت يكون عايمين في الزيت. ملي تنقليهم تنطفيهم في العسل على هذا الشكل صافي، وخاصهم ضروري ثاني يباتوا ليله كامله في العسل، ما ماشي بحال الشباكيه كتحيدهم في نفس الوقت. البريوات كيبغيو يباتوا في العسل ضلوا نهار كامل، ولا الا كندرت الا قليتهم في العشيه يباتوا يضلوا نهار كامل ولا يباتوا اللي بغيتوا. المهم كيبغيو واحد الوقت باش يدخل لهم العسل باش يجيو معلكين ويجيو رطبين من الداخل ويجيو مقرمشين. يعني ما بيتوهمش الغد لي ملي كتجيو تقلبهم كتصيبهم باقيين ناشفين من الداخل. صافي هادو هما البريوات ديالنا، هذا هو الشكل النهائي ديال البريوات ديالنا، تيجيهم مقرمشين ومعلكين كيجيو هائلين. نتمنى تجربوهم وغادي يعجبوكم. نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله، ورمضان مبارك سعيد.